الأحرار مغاربة وجزائريين، السلام عليكم. اون بتيت فيديو رابيد. اولا وقبل كل شيء، هذا بيرفيد بوروكو، بيرفيد بوروكو. غادي نخلي لكم الوصل نتاع لا فيديو في لا ديسكريبسيون، في الوصف. وماذا بكم يا جماعة، ماذا بكم وبالأخص الجزائريين يروحوا يشاركوا في هذه القناة ويلسابون ساتشان، ينخرطوا فيها. على خطر راهي تعطي بزاف المعلومات على هاد الكلاب، هاد المنافقين، هاد البخواثة. أولا وقبل كل شيء، بعد هاد المعلومة اللي عطيتها لكم حول بيرفيد مروكو، غادي نغدو نشوفوا هاد المنافق، هاد الخبيث، هاد الخائن، واش راه يقول. اسمعوا مليح. حصل، نكتفي بهذا القدر ونغدو نشوفو واحد الجريدة. هذا الكلب القنصو نتاع المغرب، يعني اون بو با دير اوتر شوز كان شيان، سي تان شيان. هذا الكلب الناس مغاربة يحوسوا يدخلوا لبلادهم، ما صاب اي تبرير للفشل تاعه، لا فايت دو سيستيم، لانكاباسيتي تاعه ا غاباتريي سي كومباتريوت. يقول لهم رانا في بلاد عدوة، وسكتوا وصبروا. جماعة الخير، هذا لو موند نتاع لو 11 مي، هذا لو موند تاع لو 11 مي. صبروا تشوفوا. يقول لك نو سوم بسيكيكمون ديتروي، يعني رانا نفسيا محطمين. هاد الهضره يهضروا فيها المغاربه. لو كالفير دي ماروكان بلوكي ا ليترونجي. سوسي ايت ان ارتيكل دو موند، تنجموا تروحوا تشوفوه. اصدر يوم 11 ماي 2020. راه عندهم يا جماعه، راه عندهم 28,789 مغربي طايش في البلدان الاجنبيه. Ils ont 28,789 Marocains, ressortissants Marocains, perdus, abandonnés, livrés à eux-mêmes dans des pays étrangers. Ou le Maroc, ou le Mehlaka, ou le Mahzen, Mastatach, ils rejettent le bled. C'est tout ce qu'ils demandent, les pauvres. Alash, mais bah, ils cherchent les hommes de Draham, mais bah, ils rejettent. لازم يخلص لهم الطياره، il ne peut pas le faire. اذا رجعهم لازمهم يكري لهم دي زوتيل، il ne peut pas le faire. لازم يوكلهم pour une quatorzaine، une mise en quatorzaine. كل هذه الامور تعني ان السيستم راه en faillite. Vous êtes en faillite. Vous ne pouvez pas cacher plus que ça. وهذا الكل ما صاب ما يقول لهم pour les faire patienter. رانا في بلاد عدوة. حنا نطلبوا من السلطات الجزائرية تاخذ قرار وتقطع نهائيا الكوب ديفينيتيفمون توت ريلاسيون بوليتيك ديبلوماتيك ايكونوميك افيك سو بيي كي كونسيدير كو نو سوم سي زانمي.
جماعة الخير بارتاجيو هاد لا فيديو وعرفوا باللي المراركة المخزن ما يشوفوا فيكم إلا أعداء. جماعة الخير السلام عليكم.